صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: موظف أعمى راتبه 1300 ريال، وعنده مسكن من العمل ما دام على عمله، وإسرته صغيرة، وقد أجر نصف السكن، وليس عليه ديون، فهل يجوز له أخذ شيء من الضمان الاجتماعي؟ الضمان الاجتماعي له شروط، ما يعطونه إياه على طول إلا إذا انطبقت عليه الشروط، يرسلون لجنة تفحص الموضوع، ما هو على طول إلا منه طلب يعطونه، فإذا انطبقت عليه الشروط فلا بأس. نعم.